دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم مجري ايدي. دونك اذا غنبداو اليوم مسمى بالدرس ديال الجداء السلمي. دونك الجداء السلمي دونك كنشوفوا بان غتكون البدايه ديالو في السنه الاولى او مسمى بالجدعه مشترك، ثم غنشوفوه في السنه الاولى من البكالوريا، ثم سنطبقه بقوه في البكالوريا او في السنه الثانيه من البكالوريا وبسم الله. اذا دونك نرمز للجداء السلمي لمتجهتين في يعني الجداء السلمي لي U و V، دونك نرمز لها بنقطة بمعنى U سكالار V. يعني شنقولوا بأن U أو جداء السلمي للمتجهتين U و V اللي كتساوي أيضا V متجهة U في هذه الحال. دونك في مشنا نقطة هي ليست بفي لكن كتسمى جداء السلمي أو سكون أبال أن برودوي سكالار. دونك إذا غنرجع للتعريف الأول أو الصيغة المثلثية للجداء السلمي. دونك إذا هنا سأتكلم عن المثلثية في هذه الحالة بمعنى أن U سكالار V إيكال المنظم ديال U فاش في المنظم ديال V في كوس المتجهة U V، يعني الزاوية بينهما في هذه الحال. دونك ألوغ باعتبار أن ما يسمى بالمنظم هو U في هذه الحالة إيسي، وهنا كاين في ماشي أن بوان ليس بجداء سلمي في هذه الحال. دونك اذا غنشوفوا الحالات. دونك غنشوفوا حاله او الحاله الاولى بحيث ان U و V مستقيمتان دونك U و V مستقيمتان. إذا دونك هاد إي و في مستقيمتان بحيث أننا غنشوفو مستقيمتان بمعنى أن هناك توازي نوعا ما في إلا وضعنا إي إيكالا أبي مثلا أو في إيكالا متجهة أبي في هذه الحالة. دونك إذا غنشوفو حالتان، غنشوفو إي في هذه الحالة ثم في في هذه الحالة. إذا نلاحظ أن إي و في لهما نفس المنحى بمعنى ان الزاويه U و V هي صفر بتردد جوج كابي. فوالا دونك الى كان U V ايكال زيرو بمعنى ان كوس دو زيرو ايكال اشعال ا واحد. اذا دونك U سكالير V ايكال ا U فاش في V فقط في هذه الحالة. إذا دونك إلا شفنا بأن U و V لهما نفس المنحى دونك بمعنى أن كوسينوس دو زيرو إيكال أ واحد، وبالتالي دونك U سكالار V إيكال ا U فوا V. إذا غنرجع للحالة الأخرى. دونك اذا U و V لهما منحيان متعاكسان، اذا الزاويه U V إيكال ا بي زائد جوج كابي، معنى ان بي يعني بهذا الشكل يسي U. دونك اذا هنا الزاويه 180 درجة إيسي. إذن دونك كوس دو بي كنعرفو بأن تساوي
هو ناقص واحد. دونك تصبح U سكالير V إيجالا ناقص U فيش V في هذه الحالة. دونك إذا كانت U V مستقيمتان دونك غنشوفو بأن حالتين حذاري هنا التطبيق اللي غادي تشوفوه في السنة الأولى من البكالوريا في الفيزياء أو في الدروس الأولى ديال الفيزياء من الدورة الأولى. إذا دونك بالتالي دونك غنرجع نمشي نشوف الحالة الأخرى الحالة جوج. دونك إذا الحالة جوج يعني إي و في غير مستقيمتان دونك إلا كان دونك هذه فيها جوج حالات أيضا. دونك الحالة الأولى إلا كان إي و في بيناتهم زاوية في على جوج أو متعامدان. إذا دونك كنعرفو بأن U و في زاوية أو بي على جوج زائد جوج كابي. إذا كوس دو بي على جوج إيكال أزيرو، منو فإن الجداع في إيكال أزيرو. دونك حذر هنا مكاينش متجه، علاش؟ لأنه يسمى بجداء سلمي في هذه الحالة، دونك سان سكالار في هذه الحالة. دونك إذا سنستنتج أن U إذا كانت U عمودية على في تعطينا مباشرة بأن U سكالار في إيكال أزيرو. دونك إذا هنا كنتيجة مهمة في هذه الحالة. دونك نرجع مثال آخر، إذا كانت عندي U و في مثلا الزاوية بي على ثلاثة. دونك إذا كانت بي على ثلاثة بمعنى أن الزاوية U في إيكال بي على ثلاثة زائد جوج كابي، منه فإن U سكالار في إيكال U فيش في كوس بي على ثلاثة. فوالا دونك كوس بي على ثلاثة سي ان دومي كما شفنا في الحالة أو في الحالة أو في الحساب المثلثي أو في درس الحساب المثلثي. إذا دونك شفنا ما يسمى بالصيغة، ما يسمى بالصيغة المثلثية، وهي صيغة جميلة جميلة لتحديد ما يسمى بالجداء السلمي. دونك اذا غنشوفوا طريقه الاسقاط. دونك معنى ان هناك الطريقه الاولى الصيغه، ثم هناك طريقه الاسقاط اللي هي ايضا طريقه جميله في هذه الحاله. دونك غنشوفوا حاله واحد ايضا هنايا. دونك حاله واحد دونك غنشوفوا المتجهه U بهذا الشكل، ثم غنشوف المتجهة V بهذا الشكل. دونك إذا هنا غنوضع أن هذه إيكالا AC، بمعنى أن لو بوان C إيسي فهاد لو بوان، وهنا سأضع A، وهنا سأضع AB، يعني المتجهة U اللي هي أصل فيها أصل وطرف، ثم في إيكال أ في سي إيسي. ثم غندير واحد سأعتبر أن أش الإسقاط العمودي للنقطة سي على أو على 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 أو على أب أو قطعة AB في هذه الحالة. دونك B سيكون هنا في هذه الحالة.
دونك اذا غندير الاسقاط. دونك الاسقاط نشوف الاسقاط العمودي هنا غتعطيني ا اش. اذا دونك غنمشي غنخرجوا ا بي سكالير ا سي. هنا ما عارفينش الزاويه ديالو ماشي بحال دونك كنا عارفين الطريقه او عارفين الزاويه دونك ماشي مشكل دونك نستعملوا الصيغه الصيغه المثلجيه. اذا ا بي سكالير ا سي اللي هي كتساوي ا بي سكالير وغندير ا دونك سا شونج. علاش؟ لان نفس النقطه ا اش ايسي فوالا. دونك سي تصبح اش فوالا. دونك اذا غنرجع ساجسد الصيغه الاجماليه او الصيغه المثلثيه فوالا. دونك يعني ا بي هي اي وهذه ا اش هي في نورمالمون بالاسقاط. دونك غنشوفوا بان ا بي و ا اش ا بي و ا اش لهما نفس المنحى بمعنى ان هذه كتساوي زيرو الزاويه زيرو. اذا كوس دو زيرو هو واحد. دونك غيعطينا ا بي في اش فوالا. دونك هذه حاله واحد. دونك اذا غنشوف دونك حاله جوج. دونك هاد حاله جوج غتكون العكس سي اون فيرتور لا ايضا سي. هنا غنديرو ا وهنا غنديرو بي. ثم غنديرو هاد المره الاسقاط هو اش في هذه الحاله فوالا. دونك ثم غندير جداء السلمي ا بي سكالير ا سي دو ميم لي ايغال ا بي في ا سي. دونك في كوس او بلوتو دونك ا بي سكالير ا اش لي ايضا تساوي ا بي في اس في ا اش في كوس ا بي ا اش في هذه الحاله كزاويه. دونك غنرجع ان ا بي في هذه في هذا الاتجاه و ا اش في هذا الاتجاه بمعنى ان هنا غتعطينا الزاويه بي فوالا. وكوس دو بي ايكال ناقص واحد معناها غتعطينا ناقص ا بي في ا اش في هذه الحاله. يعني هناك حاله اللي هي تعتبر سالبه في هذا الجزء من الدرس. دونك اذا شفنا طريقتين مختلفتين في هذه الحاله. دونك اذا غنرجع باش ندير تطبيق. دونك فوالا. دونك التطبيق دونك ليكون ا بي سي دي مستقلا و اي متصف بي سي بحيث ان ا بي ايكال 4 و بي سي ايكال 8. دونك احسب بي ا زائد اي بي و بي سكالير
او جداء سلمي بي ا ناقص اي بي بطريقه مختلفه، ثم ثانيا احسب اي ا سكالر اي دي، ثم ثالثا استنتج قياس الزاويه ا اي دي. اذا دونك غادي نرسمو المستطيل نورمالمون دونك ا بي سي دي في هذه الحاله، دونك ثم عندنا اي في هذه الحاله. دونك اذا غنشوفوا بي ا زائد اي بي و بي ا ناقص اي بي. دونك اذا سنرجع بلس اي بي سكالار بي ا ناقص اي بي. فوالا دونك تسير. دونك ممكن هذه من احدى الخاصيات ا بلس بي عامل ا ناقص بي سي ميم شوز ليغال ا او كاري ناقص بي او كاري المتطابقة رقم 3. اذا دونك غنرجع نطبقها، ممكن نطبقها voilà. Donc et je note ici que u au carré hier mandam de i au carré في هذه الحاله، بمعنى ان ب ا شحال كتساوي 4 au carré ناقص اي ب هي المنتصف ديال ب سي معناها هي 4 ايضا ليغال زيرو. دونك في هذه الحاله الى رماركينا بان ا زائد ب عامل ا ناقص ب اللي كتساوي ا وكاري ناقص بي وكاري. دونك ما عرفتش او ما حددتهاش رومارك، دابا غنديرو النشر. اذا اول حاجه غندير النشر ديال بي ا سكالار بي ا سكالار هذا كام فوالا بلس هذا، ثم اي بي سكالار دابا نشر عادي، ثم عندي نشر اخر على دونك موا ب ا دونك سكالار اي بي. دونك ب ا سكالار ب ا ناقص ب ا سكالار اي بي بلس اي بي سكالار ب ا ناقص اي بي سكالار اي بي. دونك ارجع ل U سكالار U الخاصيه هي U او كاري لي ايغال ا U او كاري. دونك خاصيه في هذه الحاله فوالا. الوغ دونك B A اي بي متعامدان، بمعنى لو سكالار ديالهم معنى كوسينوس دو زيرو كوسينوس دو بي على جوج هي زيرو، دونك كتعطينا ناقص صفر، يعني اي واحد متعامدين دونك يعطينا صفر. بلس اي بي ايضا متعامدين صفر. او بيان كنلاحظ ان اي بي سكالار بي ا هي بي ا سكالار اي بي، اذا هذه بلس وهذا بالموا اذا متقابلان، اذا عطيونا ان زيرو ناقص اي بي او كاري ايضا اي بي هي اي سكالار اي اللي تعطينا ناقص اي بي او كاري، اي اون تخوف ميم ريزلتا ايكال ا زيرو في هذه الحال. دونك هنا ليس بطريقتين، المهم هذا تو سامبلومون دو كالكول اللي غنشوفو في هذه الحال.
دونك يعني سي دو كالكول. دونك غنشوفوا بواحد الشكل اخر مسمى بالاشياء بما هو هندسي استنتاج جميل او طريقه اخرى اللي هي تعتبر جميله. دونك سأنشئ بأ زائد إي بي. في هذه الحالة إذا زائد إي بي بمعنى أنها في هذه الحالة دونك غنشوفوا أن بأ زائد إي بي دونك غتعطينا ب ا ناقص ب اي. فوالا دونك اذا غتعطيني سي ناقص ا ب ناقص ب اي. ثم سنستعمل علاقه شارل ا ب بلس ب اي كتعطيني ناقص ا اي في هذه الحاله اللي غتعطيني اي ا لموا هنايا. دونك غتعطيني متجهه اي ا. دونك اذا بي ا زائد اي بي شكون هي اي ا؟ فوالا هذه هي بي ا زائد اي بي. فوالا دونك متنا غنمشي دابا غنمثل ب ا ناقص اي بي. اللي هي كتساوي ليا ب ا زائد ب اي. يعني متجهة في هذه الحالة يعني ب ا هي هذه هي ب ا ثم عدي ب اي معنى انه متوازي الاضلاع. دونك بالتالي دونك غيعطيني قدو هنا فوالا. دونك اذا المتجهه التي ساتكلم عليها هي هذه فوالا. دونك اذا المتجهه هذه شكون هي ب ا زائد ب اي. فوالا دونك اذا باعتبار ان هذه هي جي مثلا دونك ا ب اي جي يعتبر متوازي الاضلاع. لكن ا ب يساوي ا جي او اي جي دونك على بمعنى ان القطرين متعامدين تنعرف بانهم متعامدين في هذه الحالة بالنسبة لمستطيل. إذا دونك تشيري هذا مستطيل إذا متعامدين. دونك إذا كان تعامد بمعنى أن الجداء السلمي ديالهم يساوي صفر وبالتالي طريناه أو لقيناه بطريقة أخرى اللي هي هندسية في هذه الحالة. دابا الحل دونك أحسب إي أ سكالار إي دي. فوالا دونك اذا اي ا سكالير اي دي فوالا. دونك اذا دونك غنشوفو اي ا سكالير اي دي دونك شحال كتساوي.
في هذه الحاله. دونك غنديروا او استعمال المسمى بعلاقه شال باش يسهل علينا. دونك غندخلوا بي في الاولى وندخلوا سي في الثانيه. دونك سا سورا بعلاقه شال U B plus B A scalar. Donc idem là, on jibo B ka alaqat chal. Chumma là, on chouf, on s'amel C li égal à U C plus C D fi hadihi al hala. Donc ça, on s'amel alaqat al nashr إب سكالار إي سي غنزرب فيها واحد شوية. دونك إب سكالار سي دي بلوس ب أ سكالار إي سي بلوس ب أ سكالار سي دي. Voilà. Et donc, ce sera IB scalaire IC, IB, donc scalaire IC, بمعنى بالموع. أو بعد أول حاجة غنعرفوا بأن راه منتصف ici في هذه الحالة، بمعنى إيه منتصف؟ BC أنهم كيتساووا. ولا هما من حيين متعاكسان. دونك كتعطينا ناقص اي بي او كاري و بيان ناقص اي سي او كاري في هذه الحاله. فوالا دونك منتصف او الخاصيه بلس الوغ اي بي سي دي. اي بي سي دي دونك هما عموديان. دونك تعطينا ان زر بلس دونك بي ا سكالير اي سي الوغ بي ا ايضا عموديه على سي اي اللي هو ايضا سي سي بي، يعني انها منعدمه اصلا. علاش؟ لانها عموديه في هذه الحال. ثم جو روفيان ا بي ا سكالير سي دي. دونك بي ا سكالير سي دي اول حاجه بي ا ثم سي دي. دونك كنعرفوا بان ا بي كتساوي سي دي في هذه الحاله. من علاش؟ لان اصلا هو متوازي الاضلاع وايضا اللي هو مستطيل. دونك تعطينا بلس دونك بي ا ايضا او كاري. فوالا دونك اذا غتعطينا هنا ناقص شعال 4 او كاري، لان بي سي هي 8 زائد شعال 4 او كاري هي شعال هي زيرو. فوالا دونك اي ا سكالير اي دي دونك اللي كتساوي زيرو، بمعنى ان الاستنتاج ان الزاويه هنا اللي غنستنتجوها في الاخر يعني ان عندنا اي ا سكالير اي دي ايكالا زيرو، بمعنى ان اي ا عموديه على اي دي. منه فان الزاويه اي ا اي دي بالقياس تساوي بي على جوج جوج بي، لان هذه تكافئ ان اي ا عمودي على اي دي في هذه الحاله، بمعنى ان الزاويه او قياس الزاويه اي ا اي دي هي 90 درجه او بي على جوج. اذا دونك تنتمنى ان هذا الجزء هو جزء فقط من درس الجداء السلمي. دونك غيكون اننا درنا تطبيق بمجموعه ديال الطرق في هذه الحالة أو في هذا الجزء الأول. دونك ثم ما تنساوش أنكم تابوناو في قناتكم ماجي إيدي، ثم أنكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا على الإنتباه.